اقفل الكلام على ماتش منتخب مصر بالتشكيله والطريقه. التشكيله الامثل لمواجهه انجولا، انا بالتاكيد يهمني القوه الضاربه لمنتخب مصر بصرف النظر طبعا عن الالوان، يهمني نكسب المباراه دي باي شكل من الاشكال. اعتقد هتريح الجهاز الفني وتريح اللعيبه وتريحنا احنا كجماهير في مشوار التصفيات. فخلينا نرجع مره ثانيه للكابتن اسامه عرابي ضيفنا النهارده في السادسه. اهلا بيك كابتن اسامه مره ثانيه. شايف في بعض المراكز اللي الناس محتاره فيها شويه، مش عارف كابتن حسام ممكن طبعا هو ليه الكلمه الاولى والاخيره بس طبعًا. يعني نسمع راي كابتن اسامه برضو. يعني بدايه نص ملعب قفشه ولا عبد الله السعيد، غياب صلاح، خلينا نقول الشحات رمضان ولا زيزو رمضان، نبتدي بمصطفى ولا نبتدي بمحمد شريف، تلعب في نص الملعب عندك سلية وحمدي وطارق، الثلاثه عاملين موسم كويس. يعني تقول لنا كده التشكيله الامثل من وجهه نظر كابتن اسامه، وهل وارد انه غياب صلاح يفرض او يخلي كابتن حسام يغير الطريقه بتاعه لعب المنتخب؟ ممكن طبعا، ممكن. لكن الاغلب انه هيلعب بنفس الاسلوب اللي هو 4 2 3 1 في الغالب. هو بس اللي ممكن يبتدي باثنين، ما هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليه يلعب باثنين هي وجود شريف ومصطفى محمد، لانه الاثنين فعلا بوضوح هم افضل اثنين مهاجمين في مصر. الاثنين هدافين، كل واحد عنده مقومات معينه. مصطفى تقدر تقول عليه اللي هو الاسلوب شويه اللي كل الناس بتقول عليه محطه، ما انا ما بحبش اقول اللفظ ده، بس يعني اللي هو واقف شويه عليه اللي هو يعني. بتسند عليه. مميز في ضربات الراس، بيشوط كويس برجله الاثنين. طبعا عنده خبرات، وخد خبره في الدوري التركي، وهداف ولاعيب مميز يعني. شريف عنده حاجات بقى مختلفه شويه عن مصطفى. اسرع، بيلعب على طول بوشه خلف المدافعين، عنده حركه تمركز على الاطراف، عنده حركه على الاطراف اكتر. مش من مش الفراوده اللي هي واقفه على طول بالشكل التقليدي يعني. فهما الاثنين مميزين جدا، وهما الاثنين يعني عندهم مقومات مختلفه شويه. انت تبدا بيهم جيدة. انت تبدا بيهم؟ والله بص انا يعني يا ريت طبعا ممكن يفكر يبدا بيهم، بس هتبقى في الطريقه بتبقى فيها مختلفه شويه. ممكن صلاح، ممكن شريف مثلا يتطرف احيانا ناحيه طرف من الاطراف. فهو دي برضو راجعه لفكر الكابتن حسام في الاخر، لانه هما فعلا الاثنين يمكن اكتر مكان هيبقى محير بالنسبه. طب لو ما غيرش الطريقه، لو ما غيرش الطريقه ممكن يبتدي بمصطفى محمد الاول. ويخلي شريف كبديل. لانه هيلعب باجنحه بقى، بيلعب مثلا عندك واحد صلاح، زي عندك صلاح محسن، عندك شحات، عندك احمد سيد زيزو، عندك رمضان. مين يبتدي ومين هو يقعد؟ هو غالبا ممكن هيبتدي بزيزو في اليمين. الجنب في اليمين، وممكن يبتدي برمضان صبحي ناحيه الشمال. و قفشه يعني ولا عبد الله؟ وعبد الله انا شايف ان قفشه حالته كويسه جدا، وعبد الله طبعا عنده خبرات، بس انا شايف ان قفشه هو الاقرب ان يبتدي. الفترة الأخيرة هو الأخف، هو يعني شكلا أفضل في الدوري، جاب جوان كتير. عبد الله نفس الشيء، ولكن أنا شايف إنه قفشة هو يستحق يبتدي. الباك رايت أنا شايف برضو أكرم توفيق ماشي بشكل كويس. يعني عمر جابر لعيب كويس وكل حاجة طبعا ما فيش شك، لكن أنا شايف حتى دفاعيا أكرم توفيق أكرم قوي واقف وصلب يعني. ما فيش اعتقد مشكله في حجازي والونش غالبا يعني. ومعاهم ايمن اشرف، عبد الشافي في الشمال، عبد الشافي وفتوح، دي بقى هتبقى فيها اختلاف برضو شويه. يعني عبد الشافي خبره وكده، وهو اللي بيلعب الفتره الاخيره، عامل موسم كويس بصراحه، وعامل موسم كويس بس لسه منضم ومحترم بصراحه. طبعا من جدا. ما هو ده بقى من اللعيبه زي ما بنقول في نماذج، ده من اللعيبه برضو اللي لعبا جيد وخلقا جيد يعني. طبعا الشناوي ما فيش كلام، هو الحارس الاول محمد الشناوي طبعا. طارق حامد هيبقى موجود، ومعاه واحد من حمدي والسلية غالبا، لانه طارق يمكن عشان بقى له سنين بيلعب اساسي في المنتخب. يعني حمدي دخل فترات متاخر، السلية راح في الفترات السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرة. فهو هيبقى طارق وواحد من حمدي والسلية، والاثنين عملوا موسم هايل يعني.
فانا شايف ان هو اقرب يعني شناوي اكرم حجازي الونش فتوح وعبد الشافي يعني دي فيها اختلاف شويه طارق وحمدي والسوليه واحد فيهم زيزو قفشه رمضان صبحي مصطفى محمد ده اقرب حاجه